روح التشجيع دي يعني هي اللي بتفرحنا وبتخلينا طول الوقت متحمسين للمنتخب. والحقيقة انه احنا الشعب بيحب الكورة والكورة بتفرحه، وان شاء الله النهاردة نفرح كلنا. لا يعني في اجواء حماسيه كده والناس متفائله وهي رايحه الاستاد زي ما احنا شايفين. يعني يمكن الصور اللي احنا شفناها او الفيديوهات اللي احنا تابعناها دي يعني جايانا من اقل من 10 دقائق او من ربع ساعه، خلاص بقى لبدء توافد الجمهور والسفر علشان خاطر يؤازر ويشجع المنتخب المصري امام المنتخب المغربي. ان شاء الله يا رب النصر هيكون حالفنا، وان شاء الله نرجع بنفس الفرحه ونرجع بنفس يعني الاداء اللي موجود ده بعد ان شاء الله يعني تحقيق النصر المحقق. باذن الله ان شاء الله نتبسط النهارده، تكون مباراه حلوه، وان شاء الله ربنا يسهل لهم طريقهم. طبعا بتكون يوم كده مش سهل على الناس، لكن اجواء الحماسيه دي والناس تبقى نفسها قوي تروح تتفرج على المباراه، واكيد الاجواء صحيح. وانت بتتفرج داخل الملعب حاجه تانية خالص مختلفه عن اللي قاعد بيتفرج لسه منا كانت بتقول يعني بالزبط. المشوار طويل وفي مشقه، لكن اللي بيهونها فعلا هو فكره التشجيع والروح اللي موجوده. احنا كل مره كمان بيبقى عندنا حد من صباح الخير يعني موجود اكيد هناك. الفيديو اللي احنا شفناه ده رجع النهارده باسم موجود هناك من فريق صباح الخير، يعني يبعت لنا بقى فيديوهات بيدينا ابديت اول باول الدنيا يعني. فيها ايه فالفيديو ده اكيد بيفكر منا بحاجه قبل ما نعرف منها اجواء الطقس وحاله الطقس ايه النهارده. تعالوا نروح لمنى الشرقاوي مره تانية. منى ايه رايك في الفيديو؟ 6 ساعات من التشجيع المتواصل في الطريق كانوا عاملين كده. توقعت بقى ان لما نرجع الطياره بعد ما نخلص وان شاء الله زي المره اللي فاتت نرجع يعني فايزين، توقعت الناس بقى هتهدى يعني خلاص بقى خمس ساعات تانيين في الرجوع برضو بنفس الحماس ونفس الفرحه. ما تنيمش يا رب النهارده، ما ننامش من الفرحه يا رب ان شاء الله.